بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. كتاب مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة من الكتب القيمة جدا اللي يحتاج المسلم إلى اقتنائها ودراستها وتبقى محل نظر دائم عنده كبداية. والكتاب وصل لغاية الوقت 18 ويمكن 19 طبعا، وفيها زيادات وتغيير وتعديل وكذا، ولكن احنا معانا ال 16 وبنرتب مع ال 18 قدر المستطاع. الكتاب يا جماعة هو حطه في 12 باب، بدأ بأعظم ما يبدأ به التوحيد والإيمان، والثاني فقه القرآن والسنة في الفضائل والأخلاق والآداب والأذكار والأدعية، الثالث كان في العبادات، الرابع في المعاملات، الخامس في النكاح وتوابعه، السادس في الفرائض، السابع في القصاص، الثامن في الحدود، التاسع في القضاء، العاشر في الخلافة والإمارة، الحد عشر في الدعوة إلى الله، والثاني عشر كان في الجهاد في سبيل الله. وأول باب بدأ فيه اللي هو كتاب التوحيد والإيمان، حطه في آخر النسخة في 14 عنوان: التوحيد وأقسام التوحيد والعبادة والشرك وأقسام الشرك والنفاق والبدعة والإسلام وأركان الإسلام والإيمان وشعب الإيمان وأركان الإيمان والإحسان وكتاب العلم. بدأنا في الباب الأول اللي هو كتاب التوحيد والإيمان، خدنا فيه التوحيد وأقسامه والعبادة والشرك وأقسام الشرك والنفاق والبدعة، وكنا مع الإسلام تكلمنا. مرور سريع جدا على هذه الأبواب تبقى تذكرة وتنبيه لمن حضر ومعلومة وفتح أبواب لأول يعني حضور، وبحيث أن الكلام يبقى يسهل الرجوع له بعد ذلك. قلنا التوحيد هو إفراد الله تعالى بما يختص به وبما يجب له. فالتوحيد محتاجين مذاكرة شوية يا جماعة، كتاب سهل وبسيط ونحن بنراجعه. فإفراد الله تعالى بما يختص به وما يجب له سبحانه. يعني ايه كل الكلام بيشرح الجملة دي؟ إفراد الله تعالى بما يختص به وما يجب له سبحانه. أن يتيقن العبد يقين. هو اليقين يعني يا جماعة يعني يقين اعتقاد جازم لا شك فيه، مش هو ده اليقين؟ أن يتيقن العبد أن الله واحد لا شريك له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. شفت اللي حضر قبل كده قاعد يقول معايا لوحده ازاي ومبسوط ازاي، وتلاقي المعاني سهلة وجميلة. العلم يأدبك يا أخي، العلم جميل، والإنسان عدو ما يجهل. عشان خدوا معلومات عن الكورونا احتطلها، عشان ما عندوش معلومات عن النار ساعتها يحلها ألف حلال، الله غفور رحيم، إن شاء الله أي كلام بقى أي كلام. أن يتيقن العبد أن الله واحد لا شريك له في ربوبيته، أنه الرب الخالق الرازق المدبر المحيي المميت، وألوهيته أن المستحق للعبادة وحده، وأسمائه وصفاته أن له أسماء حسنى وصفات عليا. ومعناه أن يتيقن العبد ويقر أن الله وحده لا شريك له، رب وحده رب كل شيء ومليكه، وأنه الخالق وحده، وأنه الحي القيوم الذي يدبر الكون كله،
وكلمنا عن فقه هذه الكلمة وفقه التوحيد، واتكلمنا عن بعض المعاني المتعلقة بهذا المعنى العظيم. كلام في النسخة اللي معايا صفحة 12 و13، والله لو قضيت حياتك معاهم ستكون في الفردوس الأعلى. صفحتين. تاني كلام كان في أقسام التوحيد. قلنا التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب نوعان، توحيد معرفة وإثبات، والتوحيد الثاني توحيد قصد وطلب. المعرفة والإثبات نعرفه، يعني الربوبية والأسماء والصفات، والثاني توحيد القصد والطلب اللي هو العبادة والألوهية. حد يفتكر احنا لما جينا نعرف توحيد الله توحيد الربوبية قلنا توحيد الرب فيه؟ ها؟ أحسنت. توحيد الله في أفعاله، ده الرب إنه الخالق. قلت لك ساعة ما قلت لك كده قعدت أشاور، نازل من فوق لتحت، الخالق الرازق المدبر المحيي المميت. توحيد القصد والطلب اللي هو توحيد الألوهية، توحيد الله في أفعال العبد، الصلاة له، الصوم له، الزكاة له، الحج له، واخد بال حضرتك؟ وقلنا حكم الإقرار بالتوحيد، وإن توحيد الربوبية يقر به الإنسان بموجب فطرته ونظره في الكون. يعني كلمة إحنا مسلمين بالفطرة دي لا تكفي. ما هو الذين أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يؤمنون بالربوبية. أبوك أكرمك بتحب أبوك، أمك أكرمتك بتحب، فطرة. لكن لازم عبودية ألوهية، إن أنا أخلص العبادة له، وهذا اللي عليه القصد والعمد، ومن أجله أرسل النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا أن توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية متلازمان. ما هو أنا بعبده لأنه الرب، ولأنه الرب يعبد. وقلنا في فضل التوحيد ما جاء من نصوص في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا حقيقة التوحيد ولبه أن يرى الإنسان الأمور كلها من الله تعالى رؤية تقطع الالتفات إلى غيره. بالله عليك، من اللي قال لعياله النهارده أو قال لنفسه الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور؟ والمصير في الليل، واخد بال حضرتك؟ مين اللي علم عياله ان الاكل اللي بناكله ده اولاد من الله، وان هو اللي هيئ لنا الاسباب، هو اللي ساق الرزق، وهو اللي هيئ لنا من الاجهزه اللي هي تتعامل مع هذا الماكول والمشروب؟ ده حاجه بسيطه. هو ده لب التوحيد يا جماعه، ان رؤيتك الله تقطع الالتفات الى غيره، لا اسباب ولا وسائط. فلا يرى الخير والشر والعطاء والمنع والنفع والضر والتصريف والتدبير الا منه وحده سبحانه. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء، خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. عظمة هذه الكلمة، عظمة التوحيد، وصية نوح لابنه حين حضرته الوفاة، وقيمة هذه الكلمة وكمال التوحيد. ويبين لك صفة الطاغوت، كل ما تجاوز به العبد حده من معبود كالأصنام أو متبوع كالكهان والعلماء علماء السوء، أو مطاع كالأمراء والرؤساء الخارجين عن طاعة الله عز وجل. وقلنا الطواغيت كثيرون،
ورؤوسهم خمس، إبليس أعاذنا الله منه، ومن عبد وهو راض، ومن عبد وهو راض، عشان نطلع منهم إيه؟ عيس عبد لكن لا يرضى. أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال إيه؟ سبحانك. فاش. ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، الصحراء، شعوذين، الكهان، العرافين، الدجاجلة اللي مليين كل مكان الوقت، الناس ما بتتحركش إلا بهم. ومن حكم بغير ما أنزل الله. ثم كان العنوان الثالث العبادة، وقلنا العبادة هي طاعة العابد لمعبوده فيما أمره به من فعل أو ترك بالحب والتعظيم والذل له. اعمل وترك، حاضر، بحب بتعظيم وذل. والذي يستحق العبادة هو الله وحده لا شريك له. وقلنا الحكمة من خلق الجن والإنس، وقلنا حكمة العبادة، وقلنا أركان العبادة، وقلنا إن العبادة تقوم على محبة وخوف ورجاء، وتكلمنا عن المحبة إنها الكاملة للرب جل جلاله مكونة بالطاعة الكاملة مع من العبد، وقلنا إن الرجاء وهو الطمع في رضوان الله وثواب الله وجنة الله ورحمة الله ومغفرة الله. وقلنا رجاء ثلاثة أقسام: رجاء من أطاع الله أن يتقبل عمله وأن يثيب عليه بالفوز بالجنة والنجاة من النار، ورجاء من أذنب ذنوبا ثم تاب منها أن يغفر الله له ذنوبه، ورجاء من هو مقيم على المعاصي فيتمادى في التفريط في الواجبات والوقوع في المحرمات ومع ذلك يرجو رحمة الله. وهذا هو الغرور والتمني والرجاء الكاذب المذموم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل. وين عملك بقى؟ عمل إيه يا جماعة؟ صالحة. ولا يكون العمل صالحا إلا إذا كان موافقا لهدي النبي، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. التالت الخوف: ومن كان بالله أعرف كان منه أخوف، ولذلك قال الله إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقلنا أقسام العبادة، والعبادة كما عرفها شيخ الإسلام اسم جامع، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وقسمنا العبادة تقسيمة جميلة قوي، وقلت لك كده اعمل العبادة واعمل خطين. العبادة الأولية كانت عبادة يا جماعة، حد فاكر؟ محضة. أحسنت، العبادة المحضة. والجهة الثانية عملنا إيه؟ العبادات غير المحضة. قلنا العبادات المحضة دي على قسمين: إما عبادة قلبية أو عبادة بدنية. وقلنا إن القلبية دي خدها في سلك البين، في سلك البين. وقلنا إن القلبية دي اعتقاد القلب وعمل القلب، والبدنية قولية وفعلية. ادي النص الاولاني العبادات المحضة. العبادة قسمناها يا جماعة فرعين، فرع الاول عبادة ايه؟ محضة. والمحضة قسمناها فرعين: قلبية وبدنية. والقلبية اعتقاد القلب وعمل القلب، والبدنية قول وفعل. العبادات غير المحضة اللي هي فعل الواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات وفعل المباحات. دي كانت باختصار هذه الجزئية. وقلنا
طريق العبودية. طريق العبودية مبنى على أصلين، حب كامل مع ذل تام. وقلنا حق الله على العباد، حق الله على أهل السماوات وأهل الأرض أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، فهو وحده أهل أن يعبد، بأن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. ومن الذي لم يصدر منه خلاف ما خلق له إما عجزا وإما جهلا وإما تفريطا وإما تقصيرا، فنستغفر الله ونتوب إليه من جميع الذنوب والخطايا. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه، ها، وأستغفرك لما لم أعلم، أو لما لم أعلم، لما لا أعلم. ده كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقلنا كمال العبودية أن يقوم العبد بالوظيفة التي خلق من أجلها، وكنا تقوم على خمسة أصول. حد يعرف يجيبهم يا جماعة؟ ولا عملناها في درسنا هو بعد اللي هما قبل الدرس، الكلمة اللي بعد العشاء. قلنا امتثال الأوامر، واجتناب النواهي، وشكر النعم، والاستغفار من الذنوب، والصبر على الطاعات والمصائب وعن المعاصي. والله العظيم ما ينفع يتسابه. ومن قام بواجب هذه الخمس أسعده الله في الدنيا والآخرة. السطرين دول اللي عنده في صفحة 23 من الطبعة بتاعتي دي تدور عليهم، هي في كمال عنوانها كمال العبودية. السطرين دول يا جماعة تدور عليه. رقم واحد، وظيفة العبد المؤمن بين يدي ربه تقوم على خمسة أصول. أه؟ خلي بالك منهم. امتثال الأوامر، اجتناب النواهي، شكر النعم، الاستغفار من الذنوب، صبر على الطاعات والمصائب وعن المعاصي. ومن قام بواجب هذه الخمس أسعده الله في الدنيا والآخرة. العنوان الثاني في كمال العبودية، الله عز وجل يبتلي عباده ليمتحن صبرهم وعبوديتهم لا ليهلكهم أو يعذبهم. اوعى تظن الله أرحم بك من نفسك. إياك إن المعتقد ده يتهز، والابتلاءات. وقلنا لك حديث خطير جدا وأنا نزلته في رسالة من الرسائل، يود أهل العافية لما يروا من عطاء الله لأهل البلاء أن لو قبضوا بالمقابيض في الدنيا. فاوعى تسيء الظن في الله أبدا، لعل اللي انت بتتهم ربنا فيه ان هو بيتحداك او بيظلمك هو عين الرحمة لك. قد لا تصل الى الجنة الا من هذا الطريق، قد لا تنعم في الدنيا الا من هذا الطريق. عنوان مهم جدا يا جماعة. الثالث، الله عز وجل له على الإنسان أوامر، والنفس لها أوامر، والله يريد من الإنسان تكميل ما يحب من الإيمان والأعمال الصالحة، والنفس تريد تكميل ما تحب من الأموال والشهوات. عرفت الناس بتبقى عايشة في الصالح وبتبقى في اضطراب وأزمات. وقد ملأ الله الدنيا بمحبوباته من أنواع الطاعات والقربات، وملأ الآخرة بمحبوبات العبد من أنواع النعيم في الجنة. كل اللي انت اتحرمت منه هنا وكان نفسك فيه ستمتع بأضعافه أضعاف لا يعلمها إلا الله في الجنة. اطمن اطمن، بلاش تحط بطيخ لأن البطيخ بيوه بمية المجاري فبيبقى مش كويس. كن على ثقة، كن على يقين أن الله تبارك وتعالى، وبعدين أوزنها بقى،
ملأ الدنيا بمحبوباته من أنواع الطاعات والقربات، وملأ الآخرة بمحبوبات العبد من أنواع النعيم. يبقى إزاي أوصل لأنعم نعيم أتمناه في الآخرة؟ إزاي يا باشمهندس؟ إن أنا أنال من محبوبات الله في الدنيا، صح؟ على قد ما تغرف منها يتغرف لك هناك، على قد ما تاخد منها تاخد هناك. وكلمنا عن فقه العبودية، الأرض قابلة لما يغرس فيها من حلو ومر، وأرض الفطرة رحبة قابلة لما يغرس فيها، فمن غرس شجرة التوحيد والإيمان والتقوى جنى حلاوة الأبد وجنة الخلد. هي دي الفطرة بقى، تيجي الأوامر تدخل على فطرة سليمة تستمر. وأعظم المعارف أن تعرف ربك وما يجب له، فتقر له بالجهل في العلم، والتقصير في العمل، والعيب في النفس، والتفريط في حق الله، والظلم في معاملته، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. أنا جملة وأعظم المعارف ديت حتى لو أنت كاتبها والكتاب قدام منك، معلش استحملني، خدنا على قد عقلي، اكتبها كمان. وينفعش تحضر بدون قلم، مينفعش تحضر بدون دفتر، مينفعش. وبعد ما شاب وديك كتاب، شرف لك انك تحط رجلك قبل ما تموت، ولسه هتبدأ دلوقتي، وده جمال الطريق. بمجرد ما تحط رجلك انت واللي انتهى سواء، راجل دخل الجنة بس نقى بصدره، لسه ما عملش حاجة، ده هو قال انا هبدأ في الطريق بس، هبدأ بس. سطرين تاني يا جماعة. أعظم المعارف أن تعرف ربك وما يجب له، أعظم المعارف أن تعرف ربك وما يجب له، فتقر له بالجهل في العلم، والتقصير في العمل، والعيب في النفس، والتفريط في حق الله، والظلم في معاملته. تعرف ايه عن ربنا؟ تعرف ايه عما يجب لربنا؟ انت فعلا تقر وتذعن بفقرك في العلم وجهلك الشديد في حق الله، وانك انت مقصر في العمل، وان نفسك مليانه بالعيوب. هات لي واحد مشغول بغيره وفيه كمال، واحد بس. ما هو بيقولوا انت ما تذمش الناس وتهاب الناس. قال لا، نفسي لم تعجبني حتى اذم غيرها. خليني في خبتني، انا اسف في اللفظ يعني، خليني في حالني. هدو اسأل ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. التفريط في حق الله، وما بمعنى الرجل اللي عبد 500 سنة ما وفت نعمة، وإن كان الحديث في ضعف. وفي الحديث الحسن لو أن رجلا، أنا تركه في آخر رمضان، يجر على وجهه منذ أن ولد إلى أن يموت هيما في مرضاة الله لحقره يوم القيامة. التفريط في حق الله والظلم في معاملته. أضبط نفسك بقى فاستقم. استقم دي خطاب لمين يا جماعة؟ للنبي. فاستقم
وانا قلت لك عشان تتدبر القرآن وتتذوق حلاوته اجعل ان الخطاب لك، ربنا بيكلمك بيقول لك فاستقم، استقم يا فلان انت، ايوه انت مش حد تاني، كما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا انه بما تعملون بصير. فهذا العارف حقا، العبد حقا، الفقيه حقا. وجميع الخلق فقراء الى الله، وفقرهم اليه قسمان، فقر اضطراري، فقر اضطراري وهو فقر جميع المخلوقات الى ربها في وجودها وامدادها وتدبيرها وبقائها وما يلزمها. الفقر الثاني فقر اختياري، وهو ثمرة المعرفتين، ثمرة معرفتين، معرفة العبد ربه ومعرفة العبد نفسه، معرفة العبد ربه ومعرفة العبد نفسه. فمن اسمع اسمع، فمن عرف ربه بالغنى المطلق عرف نفسه بالفقر المطلق، ولزم باب العبودية إلى أن يلقى ربه. قال الله، قال كده يا محمد الله يرضى عنك. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. كان العنوان الرابع عن الشرك، أهو معروفة خالص، تخلي حد مع ربنا في ربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه أو صفاته. فلو اعتقد الإنسان أن مع الله خالقا أو معينا فهو مشرك، ومن اعتقد أن أحدا سوى الله يستحق أن يعبد فهو مشرك، ومن اعتقد أن لله مثيلا في أسمائه وصفاته فهو مشرك. شرك خطير جدا يا جماعة، ظلم عظيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. إن الشرك لظلم عظيم. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ بيسموه كده أسلوب إيه؟ إغراء. بيستهل كده الحديث بيه، ألا في إيه دي؟ إيه الأكبر كبير؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ وكبر ثلاث مرات عشان يشوقك زيادة. قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وجلس وكان متكئا، ألا وقول الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. متفق عليه. شرك قبيح جدا يا جماعة. للشرك أربع قبائح في أربع آيات. للشرك أربع قبائح في أربع آيات. اقرأ الأربع آيات وبعد كده يا محمد مش هنتدخل احنا بقى، أدي الأربع قبائح عيش معاها. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. أربع آيات. حد فاكر احنا علمنا وكتبنا كم رقم قبيحة من القبائح؟ 10. الأولانية يا جماعة لا يغفر، الثانية إثما عظيما، الثالثة ضلالا بعيدا، الرابعة حرم عليه الجنة، الخامسة ومأواه النار، السادسة وما للظالمين من أنصار،
السابعة خر من السماء، الثامنة فتخطفه الطير، التاسعة أو تهوي به الريح في مكان، عشرا سحيق. عقوبة أهل الشرك أنت عايز أكتر من كده بقى؟ يكفي إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم، في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. أساس الشرك يا جماعة وقاعدته التي بني عليها التعلق بغير الله، ومن تعلق بغير الله وكله الله إلى ما تعلق به وعذبه به وخذله من جهة ما تعلق به، بيحب واحد صيب ان هو يمشي بالحرام تلاقي عذابه وبهدلته وشقاؤه، عايز منصب وعايز وجاهه عذابه وشقاؤه، شغلانه بيتكسب من وراء الحرام وشقاؤه وعذابه. ما هو كده، لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. هو فرعون قال كل حاجة بس اللي نص عليه بالاسم، وهذه الأنهار تجري من تحتي، فعذب الله بأن جاءت من فوق. فخرج على قومه في زينته فخسفنا به وبدابه الأرض، كان بيتنطط علينا ببيته نهايته في يخسف به. فقه الشرك يا جماعة لابد أن تدرسه دراسة وافية. الإشراك بالله في أسمائه وصفاته، والإشراك بالله في حكمه، والإشراك بالله في عبادته، كل هذه الأقسام شرك بالله الملك الحق. فالأول شرك في الربوبية، والثاني في الطاعة، والثالث في العبادة. والله عز وجل هو الرب العلي الكبير المالك الخالق لكل شيء وحده لا شريك له، فله وحده حق التشريع وله وحده حق العبادة. كان العنوان الخامس أقسام الشرك. قلنا الشرك نوعان، أكبر وأصغر. الأكبر يخرج من الملة، والأصغر ذنب عظيم جدا، أكبر الكبائر على الإطلاق ولكن لا يخرج من الملة. وكنا من أنواع الشرك الأكبر شرك الخوف، أن يخاف غير الله من وثن أو صنم أو طاغوت أو ميت أو غائب أو جن أو إنس، أن يضره أو أن يصيبه أو أن بما يكره. هذا الخوف من أعظم مقامات الدين وأجلها، فمن صرفه لغير الله فقد أشرك بالله الشرك الأكبر. ده سلاح الشيطان يا جماعة، إنما حصر قص ذلكم أهو الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. شرك في التوكل، توكل عبادة لا توصف إلا لله، ما ينفعش أقول له توكلت على الله ثم عليك، حتى ثم عليك دي ما تنفعش في التوكل، توكل على الله وحده. فمن توكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، كالتوكل على الموتى والغائبين ونحوهم في دفع المضار وتحصيل المنافع والأرزاق، فقد أشرك بالله الشرك الأكبر. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. شرط في الإيمان التوكل عليه وحده. الشرك الثالث في المحبة، المحبة التي تستلزم كمال الذل وكمال الطاعة لله، وهذه المحبة خالصة لله لا يجوز أن يشرك معه فيها أحد سواه. فمن أحب من دون الله شيئا كما يحب الله تعالى فقد اتخذ من دون الله أندادا في الحب والتعظيم، وهذا شرك أكبر. الشرك في الطاعة، طاعة العلماء والأمراء والرؤساء والحكام في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله، فمن أطاعهم في ذلك فقد اتخذهم شركاء لله في التشريع والتحليل والتحريم، وهذا من الشرك الأكبر. ثم كان العنوان اللي أفرده، العنوان السادس كان النفاق، وقلنا النفاق هو مخالفة الظاهر للباطن، قسمان أكبر يبطن الكفر ويظهر الإسلام، ده الكفر الاعتقادي. دول اللي هي ذكر المنافقين في القرآن، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. والثاني أصغر نفاق عملي لا يخرج من الملة لكن ذنب عظيم جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل علاماته في حديثين، حديث الأول أربع من كنا فيه،
والحديث الثالث الثاني آية المنافق ثلاث. هذه الأقسام وهذا هو الباب. ثم كان بعد ذلك اتكلمنا في مسألة مهمة جدا، مسألة السحر والكهانة وتعلق التمائم والتبرك بالأشجار والأحجار والقبور، واتكلمنا في التنجيم والاستسقاء بالنجوم ونسبة النعم إلى غير الله والتصوير من أعظم أسباب الشرك بالله، وفصلنا المسألة واتكلمنا في العنوان السادس عن البدعة، والبدعة كل قول أو فعل أو ترك تعبد به العبد لله وليس من الدين، ما يدل على مشروعيته. ما تقلبش، ما تخترعش، كفينا، الدين اكتمل. والبدعة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: بدعة اعتقادية، وهي اعتقاد خلاف ما أخبر الله به ورسوله، كبدعة الممثلة والمعطلة اللي يمثل الله عز وجل مثيل يجعله مثيل، أو يعطل صفات الله عز وجل، أو نفاة القدر إن الأمر أنف، إن الله عز وجل لا يعلم بالأمر حتى يكون، وبدأت الاعتماد على العقل دون الوحي، وبدأت اعتقاد أن الأولياء يتصرفون في الكون ويطلب منهم المدد والعون والغوث وهم أموات أو وهو غائب، أو يطلب حتى من الحي فيما لا يقدر عليه إلا الله. هذه بدعة اعتقادية تخرج من الدين. البدعة الثانية عملية، وهي عبادة الله بغير ما شرع، إنه يحدث زي الناس بتوع اللي يفقه والمحيا ويقعد يتعبد الله بكلمة الله الله والحركات دي، أو يأتي بعبادة أو صلاة يقول لك الصلاة النارية والصلاة مش عارف مش عارف إيه، أو عبادات مخترعة. والثالث بدعة الترك، وهو ترك المباح أو طلب أو ترك ما طلب الله فعله تعبدا لله، كترك الزواج أو ترك أكل اللحم أو غيره من الطيبات. وهذه البدع كلها ضلالة، كلها محرمة، ما فيش بدعة حسنة وبدعة سيئة. والنبي صلى الله عليه وسلم نص في خطبة الحاجة: وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بل اللي بيقول بدعة حسنة دي أسوأ. يعني إيه بدعة حسنة؟ يعني حاجة كويسة. طب هي حاجة كويسة ليه النبي ما قالهاش؟ حاجة من الاثنين: لأن النبي كان يجهلها وأنت علمتها يبقى أنت أعلم من النبي، لأن النبي علمها وكتمها. فاللي بتحجج بالبدعة الحسنة يقول له دي شرها أشر، دي أسوأ، وكلها بدع. من أحدث في أمينة هذا، أمينة الدين اللي مات عنه النبي، من أحدث في أمينة هذا ما ليس منه فهو رد. وتكلمنا في فقه الولاء والبراء، المحبة والنصر والاحترام والإكرام لأهل الإيمان، والبغضاء والكراهية والبعد لأهل الكفر وأهل المعاصي والذنوب. واتكلمنا في حكم السفر إلى بلاد الكفار، وحكم أخذ الجنسية من بلد غير مسلم. وكان الحديث عن الإسلام، كل الكلام ده مرينا عليه مرور سريع، تذكرة وتنشيط وتنبيه ومعلومة لمن يحضر لأول مرة. نحتاج إلى مرات إلى من ينبهنا، والمؤمن مرآة أخيه، وكل واحد محتاج النصيحة يا جماعة، كل واحد محتاج إلى من ينبهه، لأن لو سبت نفسك للدنيا هتضيعك. فأنت عايز واحد يذكرك بالله، يخوفك بالله، ولا يكفي أنك أنت تقرأ لوحدك أو تقعد لوحدك. وهذا الغرض من الجماعية، نحن نتناصح ونتوادد ونتحاب ونتزاور، ونحن نسأل عن بعض ونتفقد أحوال بعض. أسأل الله أن يبارك في هذا الجمع، أسأل الله أن يبارك في المسجد وأهله، أسأل الله أن يبارك في القائمين عليه، أسأل الله يبارك في هذا المجلس ومن يحضره. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع وأن يوفقنا للعمل الصالح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.